ويلا بينا بقى إلى اللعبة، وهي لعبة الهوكي المصغر أو هوكي الأطفال. مجموعة من الأواشيط، كل واحدة معها لون أبيض أو لون أسود. المهم أنك تدخلي كل الأواشيط من أرضك إلى أرض زميلتك. اللي هيدخل الأواشيط دي الأول هو اللي هيبقى فائز. لو الواحدة طلعت من فوق الحبل أو الخيط أو الفاصل اللي موجود، هنعيدها تاني لأرضنا، ولازم تدخل من خلال الفتحة اللي موجودة في الحاجز ما بين الأرض دي والأرض دي. تمام؟ تمام. لعبناها قبل كده بس برضه بنشرحها لجمهورنا عشان يتابع معانا. كل التوفيق لكم يا بنات، اتفضلوا البوفيه جاهز. البوفيه احنا هنا فيه. خد بالك من أواشيطك. اتفضلوا. خد بالك من أواشيطك. انتوا عارفين الأنشودة بتاعت الأواشيط؟ لا. خد بالك من أواشيطك. نبتدي؟ لسه لما نديكوا الإشارة. قول لنا الأنشودة يا سفرتي الأول. اه ما خلاص. قول لها. هي خد بالك من أواشيطك. بس كده؟ مش أنشودة. خد بالك من أواشيطك ونقط. أيوة خد بالك من نفسك. يلا يا بنات. 3 2 1 لا 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 يوسف هاتني لا ايوه كتينا يلا اسرع شويه يا بنات هم نايمين ليه انتوا نايمين ليه ايوه اسرع يلا اسرع 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 برافو يا رنا برافو يا رنا برافو برافو يا شط برافو يا بنات يا رنا برافو الله برافو يا سلام عليك حلوة يا رنا يا سلام رنا تفوز ولا ايه رنا قربت وشادن متاخره ورنا ويا يا مش ممكن دخل الجو برافو لا ما تزقهاش انت بايدك سيب الاواشيط اللي زقها لا كانت هنا لا ما تمسكيش الاواشيط يا بنات محدش يمسكها يلا يا رنا سخنه يلا يا رنا يلا يا رنا اتاخرتي تاني ليه يا رنا شدت حيلها هوبا هوبا دخلت هوبا برافو يا بنتي برافو شدت بقى تتعلق اسرع يا رنا اسرع يا رنا اسرع يا بنتي انت ايه اللي بيحصل لك في الاواخر بس هاتيها دي بسرعه بسرعه الشوت اللي يقع نجيبه بسرعه يلا يا رنا يلا يا شدن يلا يا بنات اسرع يا بنات انتوا بطاق قوي ليه كده في ايه بتتلعب بسرعه دي انت ممكن هم خايفين خايفين يا عنتور لا ما تلعبيش لما انا انا عايزهم خايفين كده ايوه لان الخوف بيعلم فسيبهم يتعلموا شادن قربت تخلص شادن رجع تاني رنا رجعت بقوه يا سلام يا بنتي يا سلام على الاداء مش ممكن حلوه طب حلوة. انا قايل شويه برافو خلاص قربتوا يا بنات يلا الوضع ان احنا بكره لا دي من فوق رجعيها تاني ودي. ايوه ودي كمان اتفضل لا دي جوه عاديه دي دي عاديه يلا مهتم انت اوعى تور بالموضوع انا عايز اللعبه تتلعب صح انا عايز نوم الاصلح ايوه هبا يلا يا شادن يلا يا شادن بقى فاضل لك وقت يا رجع تاني رنا رجع تاني رنا رنا وشادن هتجيبها ولا ايه ورجع تاني وهي برافو 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 خلاص يا بنتي يلا قربت اللي نطت من فوق دي لا قربت رنا شادن دي هتخدتها لا دي جوه عندك يا رنا ايوه يلا اهو رجعتي تاني اهو يلا هوبا الاوشاط اللي هوبا هوبا ده الموضوع لا ده ايديها دي ترجع تاني لا رجع تاني واحده ايوه هوبا خلاص يلا شادن وهدفوش شادن يا مبروك عليكم وعلينا مبروك شادن فرحت ليالينا يا رب كتر فرحنا يا رب كتر فرحنا وعلى دنيتنا الدينا خلاص يلا بنات ابدأ بسرعة ايه رأيك في الصوت يا شادن؟ جميل والله جميل ما تحلفيش يلا يا بنتي بسرعة بقى عرفت خلاص اهو يلا جميل فاضل واحدة يا رنا لا هي لا عدت عند رنا جوه ايوه عند رنا جوه ها يلا اسرع رنا بتزق بايديها وانا شايف كده مخالفات لا يا رنا ايوه مبروك عليكم وعلينا يلا الجيم الفيصل ما بينكم اخد الابيض يا ترى مين اخد الاسود
الجيم الجيم الفيصل هيلعبوه يلا يلا اسرع لا ابدا ابدا عايز يقول حاجه بس نايم ابدا برافو 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 شادن هتقرب ولا ايه شادن هتقرب اه رجعت تاني بعد ما دخلت يا هارد لك يا رنا وشادن قربت وشادن اخر واحده رنا جابتها هوبا رنا جابتها هوبا هوبا ايه ده هات اللي وقعت دي لا كده احنا مضطرين ها نرمي ال يلا يلا ايوه ايوه يلا فاضل لك واحده يا بنتي فاضل لك واحده اه ما تفوق يا ده مبروك مبروك ها العقاب دائما ياتي من اجل الرنا فلتتقدم شادن العقاب رنا لانها هي اللي فاتت بتاخد فلوس على العقاب ده لعلمك العقاب مالوش فلوس يا عم شادن نفسها تتغلب عشان تتعاقب ايوه والله نفسي برضه هتعملي لها العقاب ده اه انا طيب. انا رسومه كبيره يلا بينا بقى بلاش العقاب ده يلا لا بلاش انا هطلب منك طلب يا شادن بلاش. شادن شادن مش انت هتعاقبي يلا عشان اللي فاصل يلا بسرعه خلاص عقبيه بعد ما تعاقبيها اديها 10 جنيه يلا يا يلا يا شادن يلا يا شادن اسرع مش كتير برضه يبقى اسمها عاقبناها ورضيناها ايه ده سيبيها يا رنا تعمل العقاب يا رنا الله انت تعملي ايه ستوته 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 حلوه قوي العقاب دوت حلوه قوي حلوه قوي كده حلوه قوي خلاص يلا يا شادن بقى قول لنا طلعينا لفاصل يلا يا شادن قولي فاصل وانا واصل يلا فاصل وانا واصل